السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كم هي صعبة لحظة الفراق، عندها تنتهي الكلمات وعبارات وتكتفي الدموع بالتعبير، حزن القلب ودمعة العين واسترجاع كل الذكريات. الذكريات هي الشيء الذي يبقى لدينا بعد الفراق، ذكريات قد تمزج بين ابتسامة ودمعة أو تضيف دمعة إلى دموع الفراق، ذكريات سنوات قضيناها مع الأحبة نسترجعها في دقائق والسبب هو الفراق. وبقدر حبنا لمن نفارق، بقدر ما تكون صعوبة لحظة الوداع، نخفي حزنا ووجعا ودموعا أحيانا. خلف عبارة: أنا بخير. تبا لعزة النفس وسحقا لواقع لا يوجد به احتواء صادق. يضيق قلبي عندما أتلفت حولي ولا أجدك وأحتاجك ولا أبصرك، وأموت آلاف المرات عندما أرى طيفك ولا أراك. سأرحل، قررت الرحيل ورحيلي لم يؤجل، قررت الرحيل وقراري كان اضطرارا، قررت الرحيل ولن أعود. ارحلي كلمة ترددت على مسامعي فاعتقدتها مزحة. ارحلي قيلت لي بأعلى صوت وبكل جدية: سأرحل وسأبتعد، سأرحل وسأختفي، سأرحل من مكان لا يذكرني إلا بأيام حزينة وليال أليمة ولحظات صعبة. سأرحل ولا أدري إلى أين، سأرحل ولا أدري ما تخفي لي الأيام القادمة. إننا أحيانا قد نعتاد الحزن حتى يصبح جزءا منا ونصير جزءا منه، وفي بعض الأحيان تعتاد عين الإنسان على بعض الألوان ويفقد القدرة على أن يرى غيرها. ولو أنه حاول أن يرى ما حوله لاكتشف أن اللون الأسود جميل ولكن الأبيض أجمل وأفضل منه، وأن لون السماء الرمادي يحرك المشاعر والخيال ولكن لون السماء أصفى في زرقتي. فالبحث عن الصفاء ولو كان لحظة، والبحث عن الوفاء ولو كان متعبا وشاقا، وتمسك بخيوط الشمس حتى لو كانت بعيدة، ولا تترك قلبك ومشاعرك وأيامك لأشياء ضاع زمانه.